تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من مطار بغداد الدولي تظهر انقطاع التيار الكهربائي في مطار بغداد الدولي، والذي يعتبر من أهم المطارات في العراق، ما أدى إلى حدوث فوضى داخل صالات الانتظار واستهجان كبير من قبل المسافرين. دعونا نتابع. مطار دولي تطفي الكهرباء. مطار دولي تطفي الكهرباء. غير مطار اللي عم تعبوا. مدافع يشتغل.